تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي ونطمن زي ما احنا متعودين على اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. هتكون معانا سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح الخير وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي يا نهاوند، يعني حاليا انا متواجده وكلنا متواجدين، يعني طبعا فريق العمل لقناه الاهلي متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الا الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاك يا نهاوند النهارده باخبار يعني جميع الالعاب الاخرى. وكتيبه كره السله مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني للفريق الاول لكره السله رجال، يمكن النهارده ان شاء الله يعني هيبداوا تحدي جديد في بطوله دوري المرتبط. يمكن الايام اللي ماضيه كانوا بيواصلوا التدريبات يا نهاوند بشكل طبيعي على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ويمكن يعني من يومين ثلاثه يخلصوا او انتهوا من الدوره المجمعه الثانيه من بطوله دوري المرتبط، ويمكن كان فيها ثلاث مباريات اقيمت في مدينه الاسكندريه يعني على صالة نادي سموحة وصالة نادي سبورتينج. يمكن ثلاث مباريات كانت امام نادي دسوق، نادي سموحه، ونادي طلائع الجيش. ويمكن يعني رجال كره السله حققوا الفوز في جميع المباريات في الثلاث مباريات دول، يعني سواء امام دسوق اول مباراه او ثاني مباراه امام نادي طلائع الجيش وثالث مباراه امام نادي سموحه. يمكن النهارده ان شاء الله رجال كره السله هيبداوا بقى المرحله الجديده والثانيه من بطوله الدوري المرتبط وهي دور ال 16 النهارده ان شاء الله امام نادي هليوبلس. المباراه الاول هتكون الساعه 4 مع فريق المرتبط او يعني الفريق 16 سنه لكره السله، وبعد كده الساعه 6 هيكون الفريق الاول لكره السله المباراه مع نادي هليوبلس، واللي هتقام النهارده ان شاء الله على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ده بالنسبه لرجال كره السله. النهارده كمان سيدات كره السله تحت قياده الكابتن طارق خيري عندهم المباراه الثانيه، مباراه الاياب من دور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط هنا هوند، واللي هتقام على مركز شباب الجزيره مع نادي مصر التامين. برده هيكون نفس النظام، الساعة 4 هتكون المباراة اللي بالنسبة لفريق المرتبط سيدات، والساعة 6 هتكون مباراة الفريق الأول لكرة السلة سيدات. ده بالنسبه لقطاع كره السله داخل النادي الاهلي. خليني بقى اروح للكره الطايره، ويمكن يعني خلاص يا نهاوند يعني ايام معدوده وبتفصلنا عن بدايه الموسم بالنسبه لرجال كره الطايره تحت قياده الكابتن نميدو مسلحي. يعني يمكن خلاص الموسم يبتدي بالنسبه لهم كمان 3 ايام، وهتكون اول بطوله ان شاء الله يعني بطوله الدوري المصري لكره الطايره. اول مباراه هتكون مع نادي بنها، والمباراه دي هتكون بالنسبه لرجال كره الطايره. يمكن رجال كره الطايره يعني مستعدين بشكل كامل لخوض المباريات في بطوله الدوري. يمكن كان عندهم مباراه وديه اول امبارح مع نادي طلائع الجيش وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط واحد نتيجه 3-1. يمكن خلاص يعني رجال كره الطايره ان شاء الله مستعدين بشكل قوي لمباراه اول مباريات في بطوله الدوري. كمان مش بس يعني رجال كره الطايره، كمان سيدات كره الطايره تحت قياده الكابتن حمدي الصافي ان شاء الله يعني يوم 7 من الشهر اللي جاري هيبتدوا برده اول مباريات في بطولة الدوري، وإن شاء الله أول مباراة هتكون مع نادي الزهور واللي هتقام على صالة نادي الزهور إن شاء الله، وتاني مباراة هتكون يوم 11/11 ودي هتكون مباراة النادي الأهلي مع نادي الزمالك واللي هتقام إن شاء الله على صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان رجال كرة اليد النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 4، وبكرة وبعده يعني بيلعبوا بنظام يوم خميس وجمعة من كل أسبوع مبارياتهم في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد. إن شاء الله يوم الخميس هتكون مباراتهم مع نادي الطيران، ويوم الجمعه هتكون مع نادي الزهور. مباراه الزهور هتقام على صاله نادي الزهور، ومباراه نادي الطيران هتقام على صاله نادي الانتاج الحربي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده يا نهاوند، خليني كمان اقول لك انه يعني اعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي تجديد يعني عقود العديد من اللاعبين سواء في الكره في العاب عفوا القوه او يعني لعبه تنس الطاوله. في لعبه تنس الطاوله يمكن تم تجديد يعني عقد الثنائي شادي مجدي وعمر بدير. يمكن طبعا العقود دي يعني امتدت لمده 4 مواسم متتاليه. كمان محمد مجدي حمزه في الالعاب القوه مد عقده يعني ل4 سنوات متتاليه. فيمكن يعني اعلن الكابتن خالد العوضي امبارح عن تجديد عقود يعني كل اللعيبه دي اللي تعتبر من العناصر المهمه سواء في لعبه تنس الطاوله او الالعاب الاخرى. كمان النهارده ان شاء الله فريق 2003 قطاع الناشئين لكره القدم النهارده عندهم مباراه مع نادي ام بي، واللي هتقام ان شاء الله النهارده الساعه 2:30 على ملاعب يعني الكره في فرع نادي الاهلي بمدينه النصر. طبعا بتمنى لهم التوفيق، وبتمنى التوفيق لكل الفرق الرياضيه النهارده يعني اللي عندهم مباريات سواء في كره السله
او في قطاع الناشئين، وطبعا الفريق الاول لكره القدم اللي عندهم مباراه النهارده مهمه مع نادي الداخليه، واللي هتقام ان شاء الله في تمام الساعه 5 مساء على ملعب استاد الجيش الجديد ان شاء الله، اللي هتكون النهارده طبعا الجوله الثالثه من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن دي انا هوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليكي طبعا يا هوند، تفضلي. لا يا سارة، أنا بشكرك جدا على التغطية الأكثر من رائعة كالعادة، وأنا شايفة النادي يعني في الخلفية وراكي زحمة، فواضح إن في برضو إقبال كبير من قبل الأعضاء. النهاردة بنتكلم يوم الأربعاء، بس واضح إن حتى لو انتصف الأسبوع النادي لا يخلو من الأعضاء، وشايفة برضو أعمار مختلفة، أكيد دي حاجة يعني جميلة. بشكرك جدا زميلتنا العزيزة سالة حامد.